كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اتحدوا جميع، نوقفوا وقفة واحدة، تضمنوا كاملين، نوقفوا الفيروس فقط ونوقفوا الحركة بلادنا، ماشي المرض اللي كينتقل، الناس اللي ممكن ينقلوا المرض إلا ما احترموش نصائح الوقاية. نوقفوا الفيروس فقط ونوقفوا الحركة بلادنا، ماشي المرض اللي كينتقل، الناس اللي ممكن ينقلوا المرض. يلا المغرب صافي المغرب اي يلا طفي هذاك الشيء تحنا هو دابا غادي الشفه تاو الصباح صافي حي سير اسد يلا سير استمرارية الحياة تخلي ورش تقرب بسبب قلة الوعي والاستهتار. أيها المواطنات والمواطنات، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.